أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الأولين والآخرين لا مجموعون إلى ميقات يوم معلوم. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون. فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم. هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقنا أفعيتم ما تمنون أنتم تقلقونه أم نحن القالقون. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. أفرأيتم ما تحرصون أنتم تغرونه أم نحن الزارعون. لو نشاء لجعلناه حتاما فظلتم تفكهون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم وصدق مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد.